البلد على مستوى الطبيعة وعلى مستوى الناس بلد جميلة جدا. بلد حلوة ومش عايزة، مش عايزة ترجعي هنا؟ مصر؟ ولا فرصة الشغل هناك ماشية كويس؟ هي فرصة الشغل هناك ماشية كويس، والبلد أهدى شوية، بلد أهدى شوية. فالواحد مش كده اتعود على الهدوء. أهدى وأنضف. هدخل هنا؟ من هنا واللي جاية برضه. بعد أحسن. في مشاريع أحفاد أو حاجة ولا مفيش لسه؟ في إلياس. إلياس؟ أوكي. ابنك؟ ابني عنده قد إيه؟ عنده 4 شهور. 4 شهور؟ يا جميل، ده حاجة رائعة جدا. ده أحلى سن، ده لما يبدأ يناغي كده وبتاع، يا يخطفك دلوقتي بقى ابتدى يبص لنفسه في المراية ويقعد يضحك. لا هم قالوا لي كده على طول. هو يمين كان هيبقى أحسن بس ماشي كده بقى. إيه يا شباب أنتوا بتخبونا ولا إيه؟ ممكن عايزين يطولوا الرايد ولا حاجه، يطولوا البرنامج عشان ناخد الاجره، عشان الاجره اكتر شويه. فعلا حكايه عزم الولد ولد الولد دي ولا خرافه؟ بس انا لسه ما شفتوش الحقيقه. ها؟ لسه ما شفتوش على الطبيعه يعني. على الطبيعه بقى، لا هتشوفيه قريب باذن الله. وراجع على سياتل اللي على طول قريب ان شاء الله. ان شاء الله. السلام. والاستاذه مي راجع على سلطنه عمان على طول. هو انا عندي سؤال، انا لو ما كنتش لاحظت الجو برو والكلام ده كانت الحلقه هتمشي ازاي؟ كنت هقول لك برضه. هتقول لي برضه بس بعد ولا بعد؟ لا انا لازم استاذن الناس. تمام. في انه انا هذيع الرايد يعني. اوكي كويس. اهلا بكم حي باكوس. اهو تمام. ده حي الصين الشعبيه. الصين الشعبيه؟ حضرتك درست ايه يا استاذه مي؟ انا لسانسه اداب قسم ليسانس اداب قسم صوتيات. انت تعرفي بقى كل واحد بينطق صح وغلط ومن خارج الالفاظ بتاخدي بالك منها كويس كده. طب الواحد لازم يخلي باله بقى وهو بيكلمك. الناس كلها دلوقتي بتضغم الكلام. اه.